معنا مباشرة واحد من اللاعبين الدوليين، لاعبين اللي رجعوا للمنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي رجع الفريق ديالهم بعد ما كان إعارة، الحديث على فريق جينوا. كندوي على اللاعب كي فيان دو 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 بوستولي سور لي ريزو سوسيو بانه سي ان اونور دو ريبورتي لي كولور دو مون بيي. الحديث على جواد اليميق مباشرة عبر الهاتف. جواد اليميق، مساء الخير، مرحبا بك على أموج راديو مارس. اول سؤال جواد، كيتبادر الذهن شنو الاحساس ديال اللاعب لما كتم مناداه عليه المنتخب الوطني المغربي؟ الحمد لله انا مزيد فخور انا القانون بالمنتخب الوطني المغربي. اي لاعب كيتمنى انه يحمل قانون بالمنتخب بشرف بلاده، فانا مزيد باش نحمل القانون كندافع عن البلاد ديالي، وكنت مزيد من شحال هادي الحمد لله ما كتابش. فكنت مزيد اي واحد كتم الابتداء ديال المنتخب الوطني لو حصل بالدين بعد اقرب وقت. دون شك فخر انه اللاعب يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي. منافسه قويه جواد في هذا البوست، هذا لو بوست ديال الديفونسور اكسيال، كاينين لي كادر بيان سور، اللاعبين اللي رجعوا بحالك جواد بحال بدر بانون اللي رجعوا المنتخب الوطني المغربي، مستعد لهذه المنافسه؟ الو وي كنسمعك جواد، كتسمعني؟ ما كاينش عندك تلعب لا ديفونس الكره مثلا مهاجمين، خاصك لا ديفونس تبدا طالع شويه، لا ما كاينش هادشي. كاين اون جو كيحط لك ليزونترينور ديالو اللي كادر لي كومباني ديالو حاطهم في الجناب، خاصك تطلع لانين قادر لانين ديالك، خاصك تطلع لانين تقاد داك الشيء بالسيستم اورجانيزي ديالك. هادشي اللي كاين، والحمد لله انا في بعد كنت لقيت واحد الصعوبات في الاول فاش مشيت لبيرو زعما نيستا، ولكن الحمد لله جريت الامر وهداك الشيء، ولكن الحمد لله لعبت 25 مارس مع بيرو زعما ما ساهلاش، فالحمد لله على كل حال. انا كيف ما كيقولوا راسي صغير، ما كنبغي نزيد نتعلم ونزيد برافو نزيد من عندي باش شتي هاد لي كاليتي، هاد لي كاليتي ديال كجواد ما يمكن الا تزيد لقدام، وتبارك الله ملي كنتي هنا لي كاليتي كاينين كلشي كاين. بارك الله فيك. ناخذ سؤال ديال رياض الغازي. تفضل رياض. سي جواد مساء الخير خويا. مساء الخير سيدي، مرحبا. بارك الله فيك. سي جواد انا السؤال ديالي، واش ما كتشوش معي بانك ما تنصفتيش في المرحله ديال الناخب الوطني السابق الفيرو نارد، وكيفاش كنت الاحساس ديالك وانت كتتابع المباريات ديال المنتخب الوطني وانت بعيد عن المنتخب؟ صح، انا كنت اول حاجه هذاك كنت اول مشجعين مع الدراري مع المنتخب الوطني، كنت كنتواصل مع الدراري كاملين عبر الواتساب، كنت زعما من اول مشجعين باش انني حاقد ولا بالعكس. فمن ناحيه اخرى كنت محبط انه ما كيتواصلش بيا، رغم انه كان كيتواصل معايا في الواتساب وداك الشيء، ولكن انا كنت كنحترم الطرف ديالو، هو عنده نظره ديالو ما غادي يمكنش يدخل فيها، كنت كنحترم. من صغير يوصل ان شاء الله الوقت اللي غادي يوصل الوقت ديال المنتخب الوطني وغادي يتم الاتباع ديالي، والحمد لله لما عليا الا نزيد نخدم ونزيد نعطي ان شاء الله نكون في احسن الظروف، نكون في فورم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب نتمنى حد موفق للجواد ديال يميق. ما نعطلوش بزاف الجواد، كنعرفوا بانه بروفيسيوناليزم في شكل. ميرسي بوكو جواد. لا راك كنعيط عليا شي شويه دابا، تلقاني ما ساليش من 7 الصباح، يلاه جيت من لونطريم هذا من 7 الصباح. هذه الخدمة جواد، تبارك الله عليك خويا، الله يسخر لك اخويا، الله يسخر لك اخويا جواد. ميرسي بوكو، شكرا جواد يميق، اللاعب الدولي ديالنا واللي تمت المناداه مجددا المنتخب الوطني المغربي من 7 الصباح، وسي كيتريني الله يسهل. وي وي تيمشي في بلاك يتجمعوا والهضره، وسيرتو بالنسبه لعند ديفونسور كنعرفوا لا كاليتي ديال لو جو ديفونسيف عند لي زيطاليان. مدرسه كبيره، سي اون كروند ايكول، دونك ممكن اليميق اللي يزيد لقدام ويتحسن في الاداء ديالو، وسيرتو دوا مهم، دوا بزاف على تاكتيكمون كيفاش كيفاش كيخدموا بدوك لي لين قال لك وتجري وطلع ديك وتان ترافاي تكتيك. فبرافو. وي برافو لجواد اليميق اللي لعب بروميي ماتش في الكالتشيو، دخل في لا دوزيام ميتون امام لايس روما، سال ماتش 3-3 بطبيعه الحال. جواد اليميق اللي غيحل بالمنتخب الوطني المغربي، واللي عبر السعاده ديالو كذلك في مواقع التواصل
الاجتماعي بدون اي شك كانوا تجربه كما قال مع نيستا كمدرب بدون اي شك ترجع عليه بالنفع الكبير وكثير. بالطبيعه الحال مدربين من الطينه هدف هو غتستافد منه الشيء الكثير. وجواد من اللاعبين اللي بروغريسو دغيا كان في اولمبيك قريب كاع شفنا المسار ديالو جا مع فريق الرجاء شفنا ايضا المسار ديالو المتميز قلب على الاحتراف الان محترف الدوري الايطالي هنا كيبان لك اللاعب بانه كيشتغل وباغي يوصل عنده واحد الهدف عنده متثق في الامكانيات ديالو. اذا هادو هما اللاعبين اللي بغينا حنا يكونوا عندنا في المنتخب الوطني لاعب اللي تكون في البطوله الوطنيه لاعب اللي تدرج مشى درجه مشى من فريق اللي الام ديالو هو اولمبيك قريب كاع فريق كبير اللي هو الرجاء ما بقاش ما ربعش يدو وبقى يعني اشتغل بشكل كبير مشى للدوري الايطالي اليوم كنشوفوا العوده ديالو للمنتخب الوطني هنا كيبان لك اللاعب ملي كيبغي يشتغل ملي كيبغي كيوضع واحد ولا كيرسم اهداف امام العيون ديالو فكنعتقد بانه غيصل ليه. نتمنى واحد الموافقه لجواد اليميق لان كما قلت جواد اليميق ما تنصرش مع الناخب الوطني لان في مرحله من المراحل ديال المنتخب الوطني كان التواجد ديال جواد اليميق كان خصو يكون مع النخبه الوطنيه. اكيد واللي مهم عن جواد وراه قالها وعجبني قال لك انا كتعرفوني راه صغير وباغي نتعلم بس ملي تيكون لعب في هذا الشكل هذا ممكن الا يزيد لقدام وممكن الا تكون عنده واحد الاضافه. برافو ونتمنوا انه كيف قال لك انا ملي غيعطوني التوني ما غنردوش لهم. وي نتمناو سي اون تري بيل اكسبريسيون نتمناو انه يشدك التوني ما يبقاش يردو كاع. سي فتاح هذا نموذج ديال اللاعب ديال البطوله الوطنيه هذه رساله للاعبين ديال البطوله الوطنيه. هو لاعب اللي كان في استطاعته يمشي للدوريات ديال الخليج يربح فلوس بشكل كبير ولكن فكر في المسار الكروي ديالو احترف في الدوري الايطالي وضمن المكانه ديالو يعني برافو عليك لان مش يمكن ماشي بصالير كبير ومسائل كبيره ولكن هو فضل لاكارير فوتباليستيك ديالو على انه يمشي للدوري الخليج وباقي صغير وكنتمنى و جو سي سور انه غادي يزيد يسيني كونترات اخرين غادي يكونوا تريز انتريسون وملي تولي عنده واحد 31 ولا 32 عام يمشي ديك الساعه الخير. اكزاكتومون نتمنى واحد موفق لجواد اليميق انسي كو باقي عناصر المنتخب الوطني المغربي اللي تم تنادات عنهم منادات عليهم باردون من الناخب الوطني المباراتين الوديتين نذكروا بانه امام كل من بوركينا فاسو والمنتخب النيجر يوم السادس والعاشر من شهر شتنبر. مشو لائحه اخرى هذه المره اللائحه النهائيه الاقصائيه المؤهله الالعاب الاولمبيه لي جوز اولمبيك. باتريس بوميل مدرب المنتخب الاولمبي نادى على 27 لاعب لهذا المباراه غتلعب مراكش كذلك. الاسماء جات على الشكل التالي: المادي بن عبيد من فريق الفتح الرياضي، سفيان بوزيان من فريق مالينيس البلجيكي، عيسى السويدي من رجاء بني ملال، عبد الرحمن كرنان من اولمبيك خريبكا، محمد الدويك من الرجاء الرياضي، اشرف داري من الوداد الرياضي، عبد الكريم عبقار من مالاغا، عبد المنعم بوطويل من الجيش الملكي، اسماعيل قندوس من السانت جيلوس البلجيكي، جواد الراجي من ليغانيس، نصير المزراوي اجاكس امستردام، ايمن مريد من ليغانيس، حمزه الركراكي من هضره بركان، الياس الشاعر من كوينز بارك رينجرز، محمد مرابط من اولمبيك اسفي، زكريا الوردي من الرجاء الرياضي، انس وحي من اسنابورك الالماني، اسماعيل بن قطيب ليفانتي الاسباني، اشرف حكيمي بوروسيا دورتموند، محمد الزفراني من اسبانيول برشلون، هشام بوسوفيان من مالاغا، يونس نصيري ليغانيس، خالد الحشادي فيتوريا سيتوبال، ادم غسان نورويت سيتي الانجليزي، حمزه منديل ديجون، سفيان كاين سالغينتانا الايطالي، وامين خماس من فريق غينك البلجيكي. اول ملاحظه غياب الاسم ديال واحد من اللاعبين اللي تالقوا الموسم الماضي، لاعب اللي وقع يوم امس رسميا في صفوف فريق نادي بركان حيث على كركاش غائب على اللائحه ما كاينش ضمن المنتخب الوطني المغربي الاولمبي. كاين تسعود ديال اللعابه واقيلا اللي تيلعبوا في البطوله ما كاينش كركاش. علاش ما عيطتيهوش؟ حيت ما كانش كيبريباري هادو كلهم مازال ما لعبوش يعني وكلهم حتى هو كان كيبريباري. انا سمعت كاع شي وحدين تيقول لك علاش ما عرفتوش بصح ولا لا جنون سير على الجول ديال الله يربيهم اللي ما كيترينيش مع بني ملال. وي وقال لك علاش السويدي وانه ما كيترينيش نهائيا ينسونترين با مع بني ملال وعيط عليه على اين
تنظن الى شفنا اللائحه اللعابه اللي تنادى عليهم من البطوله لعابه مزيانين داروا تري تري بيل سيزون العام اللي فات. الى زدنا عليهم اللعابه اللي ديال الأ اللي حكيمي ونصيري والمزراوي تنظن هاد الثلاثه ديال الدراري يقدروا يعطيو يزيدوا ديك النوعيه بالنسبه لهذا الفريق هذا لان كتسناه مقابله صعيبه وصعيبه بزاف. تيدير خدمه كبيره وسط الميدان نظن وكيف قلتي برافو لك كركاش ما كاينش تنظن ما عرفتش علاش رياض وهي تشكيله متجانسه علاش الاسماء اللي كاينه فاسماء عندها القيمه ديالها لا في البطوله الوطنيه لا في الدوريات اللي كيلعبوا فيها كاينين لاعبين اللي حملوا القميص ديال المنتخب الاول ولاعبين اساسيين اللي جاوا عزوا الصفوف ديال المنتخب الاولمبي في هذه المباراه هذه اللي مباراه حاسمه امام مالي كنعتقد بان لا اللاعبين ديال البطوله الوطنيه لا اللاعبين ديال الدوريات الخارجيه كنعتقد بان من خلال الاسماء يكفي نتكلموا على زكريا الوردي محمد مرابط نتكلموا على اشرف داري يعني هادو لاعبين ايضا سفيان كيين اللي شفنا المستوى ديالو كبير في المباريات السابقه مع المنتخب الاولمبي مباراه غتكون صعيبه مباراه غتحتاج اللاعبين اللي عندهم جاهزيه كبيره هذا هو اللي يعتمد عليه كنظن الناخب الوطني ديال المنتخب الاولمبي سي باتريك بوميل كنعتقد بان هاد اللاعبين هادو الا كانت واحد التركيبه عارف كيفاش يخلق منها 11 لاعب فكنعتقد بان غادي يكونوا في المستوى الكبير غادي يحققوا نتيجه ايجابيه امام منتخب مالي لان اصبحت المساله حتميه لان ملي كتفوز بالقلم وكتنتظرك مباراه اخرى فخاصك تبين بان المستوى ديالك مستوى كبير المستوى اللي يسمح لك باش تشارك في المنافسات ديال كاس افريقيا المؤهله للالعاب الاولمبيه كنظن بان خير الاسماء نادى عليها باتريك بوميل لأنه كيعرف أولا الدوري الوطني كيعرف اللاعبين اللي كيمارسوا في الدوريات الخارجية نتمنى كما قلت بأن هاد اللاعبين نستطيعوا نخرجوا منهم واحد التوليفة ديال 11 لاعب اللي تكون توليفة متجانسة اللي تقدر تعطينا مباراة كبيرة أمام منتخب مالي لهذا الذهاب الفريق.